نقوم بحصتنا من سحر وتهليج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغادر والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال، واش راكم؟ راكم هايلين بهاد الرسومات هادي وكامل. كيفاش كان الدخول المدرسي؟ كان موفق؟ ها؟ رجعتوا المدرسة؟ تحبوا المدرسة؟ إذن يا أطفال اليوم رانا في حصتكم المفضلة مع عمو يزيد في ثاني حصة لهذا الدخول الاجتماعي هذا. والشيء المهم أننا في هذه الفترة يوم 5 سبتمبر كان يوم مهم جدا، هو اليوم العالمي لتشجيع العمل الخيري. مليح نديروا الخير؟ على بالكم يا أطفال في الدنيا هذه الصدقة، يعني الإنسان باش يتصدق ممكن باش يتصدق بواش نقدروا، واش هي الشيء اللي نقدروا نتصدقوا به، واش هي الحاجة نقدروا نمدوها، واش هي؟ المال. المال. وانت يا؟ المال كذلك نقدروا نمدوا المال. واش نقدروا نمدوا ثاني؟ واش هي الحاجه؟ ملابس. الملابس، برافو. وانت؟ الانعام. الانعام، الاغنام ممكن نمدوا، يعني تصدق بكبش ولا في العيد، سي صا؟ بالضبط. وانت بنت؟ الادوات. الادوات المدرسيه للاطفال الفقراء. جميل 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 جدا. وانت بنتي؟ الاكل. نقدروا نصدقوا بالاكل الناس اللي ما يسيبوش واش ياكلوا كذلك. وانت يا بنتي؟ الاحذيه. الاحذيه كذلك، نقدروا نصدقوا بالاحذيه كذلك. كاين حاجه مهمه ثاني، كاين حديث نبوي شريف يقول ابتسامتك في وجهي، قولي لي، ابتسامتك في وجه أخيك لك صدقة. بالضبط بالضبط. ممكن يا أطفال أنه الإنسان مش شرط أنه يتصدق بالملابس ولا بالمال، أموال طائلة كاين اللي يقول لك أنا ما قدرش نصدق لأني ما عنديش ولا، ولكن الصدقة ممكن جارك يكون عنده مثلا قضيان باش يطلعوا للدار تروح تعاونه، هذه صدقة. ممكن ابتسامة في وجه أخيك ولا في وجه أي إنسان هي صدقة. يا أطفال لازم نبتسموا، ابتسموا كامل. فوالا شفتوا شحال تكونوا شابين كي تبتسموا. برافو برافو. إذن حنا دائما كاين مفاجأة في هذه المناسبة هذه، وأنا قبل هذا الشيء دائما في بداية الحصة نقول لهم باللي الأطفال اللي راهم هنا كامل كلمناهم بالهاتف ورسلناهم باش جاوا حضروا معنا. يا أخي إذن أنتم كذلك يا أطفال راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا معنا حصة مع عمو يزيد، ما عليكم إلا توجهوا الإنترنت بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. الآن يا أطفال كاين شيء مهم دايماً نديروه في بداية الحصة. تعال 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 تعال، أروح قعد معايا، أقعد هنا، أقعد في هذا، أقعد. برافو برافو، شحال شاطر. كاين دائما في بداية الحصة نطرح عليكم لغز، تحبوا الألغاز؟ نعم. على بالي أنتم شاطرين. لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي ينبض بدون قلب؟ ما هو الشيء الذي ينبض بدون قلب؟ على بالي شاطرين. إذن فكروا إلى غاية نهاية الحصة أنتم والأطفال اللي يشاهدوا فينا، وأنتم يا أطفال كي توجدوا الجواب ما عليكم إلى توجهوا الإنترنت على موقع الإنترنت عمويزيد.com بهذا الشكل. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلى تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني، والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن يا أطفال في كل حلقة كاين شخصية، ودائما نكلفوا باحث ولا باحثة باش يديرنا بحث. اليوم عندنا بحث عن شخصية مرموقة في الكفاح الجزائري، وهو المرحوم محمد يزيد. إذن تصفيق على إكرام
تفضلي اقرا. مساء الخير يا اطفال. اليوم نعطيكم اليوم جيت نعطيكم نبدا عن حياه الشهيد محمد يزيد. ولد بالبليدة سنة 1923، زاول دراسته بها إلى أن نال شهادة البكالوريا. انتقل إلى باريس سنة 1945 لمواصلة دراسته بمعهد اللغات الشرقية، وهذا ما سمح له باكتساب عدة لغات. انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري عام 1942 وهو طالب. انتخب كاتبا عاما لجمعية مسلمي شمال إفريقيا 1947-1946. في سنة 1948 ألقي عليه القبض وحكم عليه بسنتين سجنا بتهمة حيازته على مناشير سرية، ونظم مع الطبيب بولحروف إضرابا بسجن بربروس سركاجي. ولما أطلق سراحه رجع إلى فرنسا، وهناك كان ممثلا لحركة انتصار الحريات الديمقراطية. انتخب عضوا في اللجنة المركزية من سنة 1950 إلى 1954. وقبل اندلاع الثورة كان على علم بنشاط اللجنة الثورية للوحدة والعمل، وكان يتتبع نشاطها. كلفته اللجنة المركزية بالاتصال باللجنة الخارجية بالقاهرة. وصل إلى هناك يوم 27 سبتمبر 1954، وانضم إلى جبهة التحرير الوطني حين اندلعت الثورة. كان عضوا في اللجنة الخارجية مع حسين الأحول. مثل الجزائر رفقة حسين آية أحمد في مؤتمر باندونغ 1955. عين ممثلا لجبهة التحرير الوطني في أمريكا من 1955 إلى الاستقلال. شارك بفعالية في الدورات 10، 11، و12 للأمم المتحدة التي سجلت القضية الجزائرية وأدرجتها في جدول أعمالها. وحين تأسس المجلس الوطني للثورة الجزائرية سنة 1956 صار عضوا فيها، كما عين عضوا في تشكيلة الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية كوزير للأخبار والناطق الرسمي لها من 1958 إلى 1962. وفته المنية في فبراير 2003 عن عمر يناهي 97 سنة إثر سكتة قلبية، ودفن بالبليدة رحم الله الشهيد. برافو 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 إكرام، برافو 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 إكرام. إذن يا أطفال مقبلة قلت لكم عندي مفاجأة. هذه المفاجأة هي عمو يزيد بمناسبة هذا اليوم العالمي لتشجيع خافوا لتشجيع الأعمال الخيرية. إذن بمناسبة اليوم العالمي لتشجيع الأعمال الخيرية، عمو يزيد لكم أغنية بعنوان الصدقة. إن كنت من الكرماء فلا تبخل بالصدقة. يلا كمل تغني. إن كنت من الكرماء فلا تبخل بالصدقات، على الأيتام والفقراء فسارع لكسب الحسنات. إن كنت من الكرماء فلا تبخل بالصدقات، على الأيتام والفقراء فسارع لكسب الحسنات. من الله من الله تلقى الخير والبركات، من الله من الله تلقى الخير والبركات. تصدق بلباس أو مال حتى لو كان قليلا، على كل محتاج سائل أو أطعم ابن سبيلا. تصدق بلباس أو مال حتى لو كان قليلا، على كل محتاج سائل أو أطعم ابن سبيلا. من الله من الله تلقى الخير والبركات، من الله من الله تلقى الخير والبركات.
الصدقة أنواع يا صديق، فاحفظها بها أوصيك، ككف أذى عن الطريق أو بسمة في وجه أخيك. الصدقة أنواع يا صديق، فاحفظها بها أوصيك، ككف أذى عن الطريق أو بسمة في وجه أخيك. من الله من الله تلقى الخير والبركات، من الله من الله تلقى الخير والبركات. الصدقة تزكي نفسك، فيها سلام فيها إخاء، والله يبارك في رزقك ويصرف عنك البلاء. بالصدقة تطهر نفسك، فيها سلام فيها إخاء، والله يبارك في رزقك ويصرف عنك البلاء. من الله من الله تلقى الخير والبركات، من الله من الله تلقى الخير والبركات. شكرا شكرا. عجبتكم الاغنيه يا اطفال؟ نعم. تحبوا العاب الخفه؟ نعم. اذا كمل معايا دركا، راح نرحبوا بعمو نور الدين اللي جانا من مدينه تيارت. اذا تفضل عمو نور الدين، تفضل تفضل. برافو 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 برافو. برافو 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 عمو نور الدين. عجبتكم ألعاب الخفة؟ نعم. إذن يا أطفال، وش رأيكم اليوم؟ رحين نستقبلوا شاعر، شاعر يوسف راح يقول لنا الشعر. تفضل تفضل يوسف تفضل. تصفيقة تصفيقة على يوسف. مرحبا يا أصدقائي الأطفال. تصفيقة على يوسف. جيت اليوم نلقاكم شعر اسمه ديل الخير. ديل الخير ديل الخير وخلي الباقي للغير. ديل الخير ربي قوي وكبير،
ربي قوية إنسان في السماوات والبحور، خلق الطاعة والإيمان، خلق الطاعة والإيمان، طيب واللي مغرور، أحفظ الميم والإحسان سنة النبي المبرور، أحفظ الميم والإحسان سنة النبي المبرور، دير الخير، دير الخير وخلي الباقي للغير، دير الخير ربي قوي وكبير، الحب أساس الدنيا، يقرب بين القلوب، أغرس الخير بالنية، وعايز لي محبوب، يوم تحضر المانية ما تسيب طريق الهرب، يوم تحضر المانية ما تسيب طريق الهرب، دير الخير، دير الخير خلي الباقي للغير، دير الخير ربي قوي وكبير. برافو 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 يوسف برافو. اذا يا اطفال، الشعر هذا اللي قاله هنا يوسف دائما في هذا المجال تاع دير الخير، لازم نديروا الخير ولازم نكونوا ناس تاع خير. يا اخي واش رايكم دركا، تحبوا حكايه عمو يزيد؟ يلا دركا عمو يزيد راح يحكي لكم حكايه ارنوب، او عندي ارنب انا ثاني، أرنوب وحيلته الذكية. يلا معايا. اليوم راح نحكي لكم حكاية أرنوب وحيلته الذكية. على بالكم الأرانب ذكية، تحبوا الأرانب؟ واحد النهار في الغابة كان الذئب المفترس كان طايح في حفرة، طاح في حفرة، هو جاز على جذع شجرة، طحت عليه وقعد في الحفرة، شكون قاعد تغلق عليه ما قدرش يخرج من هذيك الحفرة. ومن بعد جاز عليه الأرنب هكذا، جاز عليه الذئب هضر معاه، قال له يا صديقي يا صديقي يا صديقي، قال له ماذا؟ قال له أنقذني أنقذني، سلكني نحي لي هذا الجذع تاع الشجرة هذا باش نسلك منها. قال له بصح أنت ذئب مفترس، قال له نخافك أنايا، قال له ما تخافش ما تخافش، قال له ما تخافش أنا صديقك وأنا كذا، وبدا يحلل فيه هكذا. ومن بعد الأرنب هذاك عنده النية، عنده النية، راح نحلوا هذيك الخشبة هذيك وخرج هذاك الذئب. كي خرج هذاك الذئب واش يدير؟ قالوا انا عندي بزاف وانا في هذه الحفرة هذه، انا جوعان انا جيعان بزاف. قالوا انت هو طعامي اليوم. قالوا بصح هذا وين سلكت لك من موت، كيفاش انتيا انت ذئب ماكر؟ قالوا قالوا انا ما نحوش نفهم، انا جيعان ناكلك. قالوا قالوا كيفاش تاكلني؟ قالوا قعدوا هكذا يتجادلوا حتى جا واحد الطائر، جا واحد الطائر قعد هكذا، قالوا مش بكم مش بكم، حكى له الارنب، قالوا فوالا، قالوا الذئب كان في الحفره وسلكتو وكذا، ومن بعد كي خرج حب ياكلني. وضل الذئب قالوا واش بك؟ قالوا انا الله غالب انا جوعان انا جيعان انا ما بسلكني نحب ناكلو انا ناكلو اللي جيعان ناكلو. قالوا بصح كيفاش؟ قال لهم ارنب كيما هذه يقدر ينحي حطبه كيما هذه؟ قالوا مستحيل. الذئب قالوا لا لا نحاها. قال له كيفاش يقدر ينحيها؟ ومن بعد الارنب واش يقول له؟ قال له ارجع ارجع لمكانك، رجعوا الحطبة ويشوف كيفاش نحيتها. قالوا صحة، هذاك الذئب الماكر هذاك ماهوش ذكي، أحمق ولكنه ماكر. قالوا شوف شوف ذاك، ترجع للحفرة دير الحطبة هذيك وتشوف كيفاش نحيتها. بعد غير دخل في الحفرة هذيك داروا عليها الحطبة هذيك، بعد الأرنب قالوا شفت حبيت تاكلني. إذا عمو يزيد نستخلصوا من الحكاية أن الذكاء ينفع صاحبه. بالضبط بالضبط بوبي، جبنا حكم وعبر جميلة. إذن الأرنب كان ذكي جدا، قالوا يا نعاودوا نشوفوا كان شكنت، ومن بعد خلاها هكذاك لأنه ذئب مفترس. يا أخي أطفال برافو برافو برافو، عجبتكم الحكاية أطفال؟ واش رايكم دركا نروحوا الجواب على اللغز؟ ما هو الشيء الذي ينبض بدون قلب؟ شكون يعرفوا؟ واسمك وليدي؟ رايان. رايان، واش هو الجواب؟ الساعة. الساعة، شكون اللي عنده جواب ثاني؟ واش هو؟ الساعة. الساعة. المنبه. المنبه. الساعة. الساعة. واش بنتي؟ الساعة. الساعة. الأنانا. أنانا، واش هو الأنانا؟ أناناس يعني؟ الساعة. 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 الساعة، برافو 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 برافو. المنبه. الساعة. الساعة، برافو 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 برافو، كلها أجوبة جميلة. واش هي؟ الساعة. الساعة. الساعة، وأنت وليدي واش هي؟ الساعة. الساعة، برافو برافو برافو، شاطرين بزاف شاطرين بزاف. هي المنبه ولا الساعة، ولكن الساعة هي الجواب الأرجح. إذن ريان تعال تعال وليدي تعال، حنا دائما
اللي يكون عنده جواب جميل تاع اللغز نعطوا له هديه، نعطوا له هديه تعطيها له عمو يزيد. الهديه تتمثل في قبعه مع عمو يزيد تقيك من اشعه الشمس الحاره، وكذلك عندك سيدي، سيدي من حق الطفوله، اول سيدي لعمو يزيد فيه 22 اغنيه تفيدك ان شاء الله. اذا تفضل وليدي. فوالا برافو برافو ريان، لا شكرا على الواجب وليدي، العفو العفو، برافو برافو برافو. انا دركا حبيت نروح للميكانيك اللي بو يعطيني الميكرو. شكون اللي عنده نكته جميله؟ تعالي بنتي ارواحي، تعالي قعدي قدامي. تحبي الارانب؟ نعم. واسمك؟ روان. قولي لي النكته تاعك. عندي اغنيه. يلا تفضلي تاع العربيه، بنات العربيه. سيتيها معليش كي تفكريها رجعي، معليش معليش. شكون اللي عنده نكته؟ شكون اللي عنده نكته جميله؟ نكته تعالي بنتي. واسمك بنتي؟ ماريا هند. ماريا هند اسمك شباب. قولي لنا النكته تاعك. كان كامل الجنسيات في كان 10 جنسيات في الطيارة. قال كانت الطيارة على وشك السقوط، قال لهم ربان الطائرة لازم ثلاثة يرموا روحهم باش تسلك الطائرة. قال الأمريكي رمى روحه، بعد قال الفرنسي لازم نرمي روحي باسكو الامريكي رمى روحه، قال فيف لا فرانس ومن بعد رمى روحه. كي جا الجزائري قال تحيا الجزائر وشعب وثائر، خوتي هيا نتعاونوا على هندي باش نرموه. اوكي شكون اللي عنده نكته جميله؟ تعالي بنتي تعالي تعالي قعدي بنتي. واسمك؟ مريم يحيى. مريم اسمك شباب، عندك نكته؟ احكي لنا النكتة. يغني بصح. ايه تفضلي بنتي. أمي أمي ما أحلاها، هي في عيني ما أحلاها، هي في قلبي لا أنساها. أمي أمي تمحو همي، لا تضربني بل ترحمني. أنا أرضي أنا أحمى، أنا أحميها أنا أهواها. أمي أمي تمحو. برافو برافو. أمي أمي تمحو همومي. برافو بنتي برافو. تحكي بمك. شكون عنده نكتة؟ تعالي أرواحي تعالي أقعدي بنتي. واسمك؟ نادا. نادا احكي لنا نكتة تاعك نادا. واش سيتيها؟ معليش كي تفكريها رجعي. شكون عنده نكتة؟ تعالي بنتي روحي. تفضلي تفضلي. واسمك بنتي؟ خديجة. خديجة، وين تسكني خديجة؟ في الآخر باب الواد. في باب الواد، الله يبارك، احكي لنا النكتة تاعك. هذه اختار واحد الراجل كان رايح للجامع، ومن بعد راح حط سبطو ونحطوهم، ومن بعد كي كان خرج ما لقاش، راح قاعد هذوك اللي عندهم اللي يصليو، قالهم يا جيبوا لي سباطي نقول واش دار جدي. ما حتى شراو لي سباط، بعد قالوا له واش دار جدي، قالهم راح بالحفه. برافو 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 يا اطفال برافو. واش رايكم دركا؟ واش رايكم دركا نروحوا لواحد الفقره نحبها بزاف، هي فقره عيد الميلاد. اليوم عندنا عيد ميلاد مريم. تعالي مريم تعالي بنتي التحقي بنا تعالي. اذا اصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاطو تاع مريم، وانا معكم نغنوا لها عيد ميلادك احلى عيد. عيد ميلادك احلى عيد، ربي يكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا
تعيش أيامها أفراح. أحلى الأوقات نزهل نفرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو برافو برافو. إذا مريم راح نحسبوا 6 5 4 3 2 1 يلا طفينا الشمعة. برافو 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 مريم يعطيك الصحة بنتي يعطيك الصحة كل عام وانت بخير إن شاء الله. وأنا ما بقى لي إلا نعطيكم كامل شهادة مشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد كل واحد باسمه هادي باسم يحيى ومريم وانتوما كي تخرجوا منا راح تسيبوا هاد الشهادات في انتظاركم كامل تاخذوهم معكم باش يكونوا ذكرى تعلقوهم في الدار. يا اخي تفضلي مريم تفضلي هذه الشهاده تاعك. وانا ما بقالي الا نقول لكم ابقوا على خير استنونا في الاسبوع المقبل نفس التوقيت نفس القناه. مع السلامه. يلا غنوا معايا كاع. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد.